بقى أصغر مني، ده بقى أصغر مني. أولاً مساء الخير عليكم. أنا سعيد جداً، ويعني يمكن الحكاية دي كانت مفاجأة من يمكن يوم ولا حاجة، فأنا بذكر التكريم الجميل ده وبذكر معالي المستشار، وأنا متعود أغني زي النجوم الكبار اللي موجودين، فما بعرفش أتكلم كتير، بس أنا مبسوط جداً بوجودي معاكم، وإن شاء الله أعمال موسيقية جديدة مع ما تنساش بقالك سنة ما عملتش، عايزين نغني بعد برج الحوت حاجة. شكراً.